بقول لك ايه، هو انتوا لما بتعوزوا تاكلوا بتاكلوا ايه؟ يعني الشبراوي بيجي دليفري؟ يخرب بيت سألت تدويرة وشك. حد عايز حضرتك يا استاذه؟ حد مين ده؟ صباح الحنان على احلى شريهان على مر الزمان. هاني انت ايه اللي جابك هنا؟ هاني ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ في يا شوشو، دي مقابله قبل بيها خطيبي. هو انت ليك عين تيجي بعد اللي عملته في الدريم بارك؟ والله يا شوشو انا كان قصدي خير، وبعدين انا عمال اكلمك من ساعتها وانت اللي ما بترديش عليا. وبعدين لو انت فاهمه ان انت بكده بتخلعي من هاني الدبدوب، فلازم تفهمي ان هاني الدبدوب لسه حبوب. من فضلك يا هاني، احنا هنا في مكان عمل، يعني ما ينفعش الزيارات الخاصه دي الا لو كنت عايزني في شغل. طب ما انا عايزك في شغل. شغل؟ شغل ايه ده بقى؟ مش انتوا شركه شحن؟ ايوه. انا جاي اشحن. تشحن؟ تشحن ايه؟ اشحن بعشة. تشحن بعشة بس؟ طيب عشان خاطر الشمسيه دي هشحن ب 30. لا، في ب 25. لا انا خارج من ذمتي 30 والخمسه ليك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مين ده؟ مستر منير ده باينك زبون، مش انت زبون؟ زبون؟ اه انا زبون. و كنت جاي اشحن يعني. جاي تشحن؟ اه. تشحن ايه؟ اشحن ب 50. نعم، 50 ايه؟ طيب ماشي، انت مستقل لهم يعني عشان شركه وانتم موظبين ومكلفين. هشحن ب 100، مش هيخسر. هات التليفون اشحنك على الهوا، مفيش بمية. ماشي. انت جاي تهزر؟ خلاص يا مستر منير، خلاص. هو اساسا كان ماشي، مش انت كنت ماشي؟ مش ايه؟ لا مش ما... بقى هي بقى كده يعني. طب على فكره بقى، انا مش زبون ولا حاجه، ودي تبقى خطيبتي. لا خطيبي ايه؟ هو انت خطيبي؟ هو انت وقعت على دماغك ولا ايه؟ في ايه يا بنت؟ مش عارفه ليه نسيتك فجاه، ارتبكت بقى. امشي يعني، امشي يعني، ابوس ايدك عشان خاطر امشي. ماشي يا شوشو، همشي. بس الاول تقولي لي سامحتك. سامحتك يا هاني؟ لا، قولي لي سامحتك يا دبدوب. سامحتك يا دبدوب. لا ما تاكلنيش يا ماما، قوليها زي ما بتقولها لي. سامحتك يا دبدوبي دوبي دوبي. ايوه. الغلاسه اللي انتوا فيها دي، اتفضل اطلع بره يا سخيف. هنسى شريهان؟ ايوه فضل. ما ينفعش ابدا، احنا هنا في مكان شغل، ما ينفعش اي زيارات عائليه فيه. وبعدين انت بقالك كام يوم وبيجي لك زيارات، قدام شويه هيحصل ايه؟ اسفة يا فندم، اوعدك مش هتتكرر تاني. خلاص سامحتك. وبعدين ايه البتاع اللي على دماغك دي؟ اصل انت كيف عمال ينقط فجأة؟ انت هتحكي لي قصة؟ اقلعي البتاع اللي على دماغك دي يلا فورا. حاضر يا فندم، اتفضل. انا هجربك في شغل، اما نشوف. عايزك تعملي لي فايل تحطي لي فيه كل حاجة عن الشحنة بتاعت ايطاليا اللي رايحة الصين، اتفقنا؟ حضرتك دي لعبتي، 5 دقايق وتبقى عندك. دي مواعيد ساعة نستناكي. ها مش ده بيت سيف؟ سيف موجود؟ ولو مش موجود ما ينفعش شريف خالص؟ انت بتستظرف بقى بصراحة. اه. اهلا يا نيلي، ازيك؟ بطل غتاتة يلا، وبعدين اقلع الروب بتاع ماما عشان لو شفتك لابسه هتبهدلني. الفسكوزة بتاع ماما؟ ايوه. اقلعه؟ انا مالي، ادخل ولا ايه ده؟ بطل غلاسة. طبعا، اتفضلي يا نيلي، اتفضلي. واو. استغفر الله العظيم يا رب، الحمد لله على كل شيء يا رب، صبرني. أنسة شريهان. أيوة. في واحدة بتسأل على حضرتك. واحدة؟ في إيه النهاردة بس؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك يا حبيبتي. المكتب الشيك ده بتاعك يا بنت. يا اختي علي يا حبيبه خالته، باينها بدت لك في القفص يا بنت. ايه اللي جابك يا خالتي؟ اخسى عليك، ايه اللي جابني؟ ويا بنت اللي انت لابساه فوق دماغك ده، انت بيشغلوكي هنا ايه؟ بتاعه شماسي بتفرديها يعني، ولا بتشتغلي هنا ايه بالظبط؟ معلش اصلها بتمطر عندي هنا. المهم انت ايه اللي جابك دلوقتي بس يا خالتي؟ اكس عليكي تاني، هتقولي لي ايه اللي جابك؟ بصي بقى، انا جايبه لك لقمه يا روح خالتك تاكليها كده بالهنا والشفا. لهوي، جايبه لي اكل هنا في الشركه؟ اكل؟ امال هجيب لك فين يعني؟ وبعدين انا فرحانه بيكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا ده؟ ايه الغاغه دي؟ احنا هنا فين؟ في شركه ولا في مولد؟ انا اسفه قوي يا مستر منير، وبعدين انا ما اعرفهاش اصلا. انت مين يا ابله؟ اخسى عليك يا بنت، بتتنكري مني؟ انت تاني يا شريهان؟ انا مش لاعب بتاع اللي على دماغي دي الاول وانا بكلمك. ماشي
انا مش كل شويه حد يجي يزورك في الشركه، ما ينفعش. مشغلين عندنا مين؟ صوفي نار. ايه يا اخوي مالك عمال تزعق فينا كده ليه؟ فزعت البيت وفزعتنا انا كمان. ايش حال يا اخويا اللي ما كانش عمها صاحب الشركه دي كلها؟ لو سمحت يا مدام، انا مش بكلمك، انا بوجه الكلام للموظفه اللي بتشتغل عندي. وبعدين يا شريهان، ايه الاشكال البلدي دي؟ بلدي انا؟ بلدي يا ابن السمن البلدي. تقصد مين بالسمن البلدي؟ استنى بيت، انا اعرف اكلم الاشكال دي كويس. خلاص يا خالتي بلاش ده، بلاش ده بالذات. ليه بلاش ده بالذات؟ ده مدير يا خالتي. ابوس مديرك؟ الراجل البطريق ده مديرك؟ بطريق الامن مدير فيه. الحقني يا استاذ عبد الله. ست صباح، اهلا وسهلا. ازيك يا سي عبدو؟ انا كويس الحمد لله. خير يا فندم؟ في ايه؟ تعالى يا اخويا شوف موظفينا عمال يشخط فيا من ساعة ما جيت وانا قاعدة عيط عيط. اتهنت والله. اتهنتي؟ مستر عبد الله انا اللي اتهنت. منير ارجوك، مستر عبد الله بليز ارجوك. منير اتحرك. موفيت. ميرسي. ناس اتفننوا واتحفوا، وناس اتكوروا واتحدفوا. الله على الزجل ده، مش ممكن. ده صلاح جاهين؟ دي صباح جاهين. طب مش تقول لنا هانم ان الجايه كنا على الاقل دهنا الارض مربى؟ والله يا سعبده انا ما كنتش جايه، بس البت الغلبانه دي صعبت علي، قلت اجيب لها حاجه تتوتت بيها. طب تصوري بقى ان انا زعلان، يعني تجيب البنت لقمة وما تجيبليش انا؟ ودي حاجة تفوتني يا سعبدو. استنى بس، ده التقيل جاي ورا. لا يبقى ناكل في مكتبي بقى، وسع ونزروت براحتنا. اتفضلي يا هاني ما حصلك. طب والمكتب ده يروح له منين يا سعبدو؟ شوفي لو عديت المكتب الاول ولا اقولك انت هتحسي بنفسك. حاضر، من عيني يا سعبدو. هروح أكل سي عبدو الأول وبعدين أبقى أرجع لك. مش هتفقق عشي يا خالتي قوي. أهلا أهلا شريهان. إيه يا حبيبتي عاملة إيه في الشغل هنا؟ الحمد لله يا عم. طب شوف أنا عايز أقول لك على حاجة، لو غصتي أي حاجة صغيرة أو كبيرة ترجعي لي فورا، أو لمنير. ماشي. هي في بس حاجة واحدة. طب أنا أستاذنك لأني مشغول جدا دلوقتي. طب هقول باي باي. بيتك يا شيخ، تخرب بيتك. ايه ده، انت بتقرا مجله ميكي لحد دلوقتي؟ انا عارف انها حاجه عيالي، بس انا بقرا ميكي لحد دلوقتي. مش عيالي خالص. انت عارف ان انا جدي صاحب مجله ميكي هو اللي كان بيكتبها زمان؟ مش معقول، ده جدك ده كان راجل عظيم. طبعا عظيم يا ابني، ده جدي.